السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا غادي نتكلموا على الندوه الصحفيه تاع سعيد شيبه. سعيد شيبه لهذا المدرب اللي نحترمه، يعني اول مره نستطيع نحترم مدرب كبير، مدرب نعتبره مدرب كبير، والله ينجحوا خاطره في الطريق الصحيح. هذه هي، حنا قبل نديروا الندوه الصحفيه تاعو يعني بالفيديو، ما تنساوش عطونا ليجام، كسروا من ليجام نطيحوا يعني السينيال، السينيال اللي راه عليا الذباب، الذباب يعني الذبابه الزرقاء لازم هذه نحاربوها بالفليتوكس. هذه من التالي نقولها لكم، عاونونا بليجام، عطونا لي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، يعني باش نكونوا ناجحين ونكونوا معاكم يعني دائما بجديد. هذه هي، وان شاء الله بالتوفيق المنتخب المغربي، وعلى سله يعني كاس افريقيا ما تقعدش هنا في شمال افريقيا، والفوز ونفرحوا مع خاوتنا المغاربه. صحيتو واستمعوا معنا الحصه تاع الندوه الصحفيه قبل المباراه. ظروف جيده الحمد لله، عمليه الاستشفاء مرات بشكل جيد، مجموعه وضع جيد من الناحيه البدنيه، طبعا من الناحيه النفسيه توقعوا معي انه المرور لكاس العالم كان ساتيسفاكسيون كبيره، كاين الله يضحك خويا على مباراه النصف النهائي، لانه طموح ديال المجموعه كبير، ولا طموحنا الان نمشيو للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تديها، ان شاء الله تديها. الاهداف كانت مقسمه، يعني كهدف اول هو الترشح لكاس العالم، ولكن بعد الترشح طبعا الاهداف خصها تتطور، وهدفنا هو النهائي، وعلى هذا الاساس غنحضروا حضرنا المباراه يعني تقريبا بشكل نهائي على بعد يوم من المباراه. طبعا في التحضير ديالنا دائما ناخذ بعين الاعتبار قيمه المنافس، وكما تفضلتي فالمنتخب المالي منتخب قوي، فاكيد انه في حساباتنا اننا نلعبوا على الامكانيات ديالنا وعلى امكانيات الخصم احتراما له واحتراما لانفسنا في مباراة ديال كرة القدم، فما غاديش نغيروا طريقة اللعب ديالنا. اسمع، سواء انه نعطيو الاحترام اللازم من الناحية التكتيكية. اسمع مليح، اسمع مليح، نستغلوا فتراتنا الجيدة في المباراة. اسمع اسمع المدرب كيفاش يحضر، اسمع تعلموا تعلموا شوية. الفروق في الدوري، ليفوري ديال الفرحة ديال التأهل لكأس العالم، لأنه السن ديال اللاعبين يعني من ناحية الكونترول صعب جدا، نتفق معك، ولكن هذا العمل ديال الجهاز الفني، حنا كان من واجبنا أننا نرجعوا الدراري في لوبجيكتيف جديد. اسمع اسمع خويا اسمع. كانت فترة ديال الاحتفال وجيزة جدا ديال بعد المباراة، فمن اليوم المبالي الموالي عفوا يعني كان كفاف على مباراة ديال النصف النهائي واستعداد لها. واللي تيعرف المجموعه ديالنا تيعرف انها مجموعه طموحه ما عندهاش حدود من ناحيه الاهداف ديالها، فتحقيق الاهداف دائما تيكون مرحله تديك لمرحله اخرى، والمرحله الجايه عندهم هو محاوله الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله، فمن هذا الجانب ما عندناش تخوف كثير يعني. بالنسبه للرسائل ديال الدعم من الوطن، فالسؤال هو شكون ما بعثش رساله، ماشي السؤال شكون بعث رساله، فتلقينا دعم كبير من الجميع تقريبا، من كل الشرائح ديال المجتمع، يعني من العائلات، من الوسط الرياضي، ومن ليليت ديال الفوتبول ناسيونال، يعني مكالمات من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه سي فوزي رجاع، من السيليكسيونور ناسيونال وليد الركراكي، وزيد على ذلك. فلذلك يعني الفرحه كانت كبيره، لان هذه فئه عمريه يعني المنافسه على المستوى الافريقي كانت صعبه علينا في السنوات الماضيه، فالوجه والروح اللي ظهروا بها دخلت فرحه كبيره على الشعب المغربي، ولذلك التفاعل كان كبير، فاحنا ريكونيسون يعني فرحانين بهذا التفاعل، ولكن بالمقابل ستحط علينا مسؤوليه اخرى اننا ان شاء الله نبرولونجيو هذه الفرحه هذه ونمشيو للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله. الاجواء ديال التحضير اللي عاديه، ولكن في التفاصيل كاينه خصوصيه لكل منتخب. اسمع تبين في الاداء ديالنا. اسمع خويا اسمع، هضره كبيره. ما كانتش تتشبه بعضياتها من ناحيه يعني التركيز ديالنا، ومن ناحيه لو بلون ديال لو جو ديالنا، مبارياتنا في الدور الاول ولا وحده شبهت الاخرى،
مباراة مصر ربع النهائي أيضا كان عندها حسابات خاصة وبلان دو جو خاص، فأكيد أن أسمع هذا كبير أخويا بحال الاعتبار إمكانيات ديال مالي، خصوصيات ديال اللاعبين ديالو خصوصا من الناحية الفردية. نحاولوا إن شاء الله نكونوا موفقين حنا من خارج الملعب أننا نساعدوا اللاعبين يعني بالحلول اللي ممكن تجي من الداخل، علما أنه لو ميريت كبير في هذه البطولة ترجع للاعبين، لأنه في هذا السن هذا أمام على ماتش كبير على قتالية كبيرة، وخصهم يكونوا واعيين على أنهم هما الحلقة الأقوى في اللحظة ديالنا، هما اللي صنعوا الفارق. أكيد شو التواضع تاع المدرب كي داير؟ ماشي يقول لك أنا، ماشي يقول لك أنا، احنا مطالبين الربح يعطيه للعابة وحاجة واحدة أخرى ينسبها لروحه. بريديسبوزيسيون كبيرة، عندهم استعداد كبير، وحنا الجهاز الفني مطالب يلقى الحلول. منتخب مالي تفرغ فيه في مباريات هاد الكأس الإفريقية، ولعبنا معاه منذ مدة قصيرة مباراتين، لأن لعبنا مع مربعات ربحهم خطرة وخسر معاهم، مع السنغال، مع بوركينا فاسو، مع مالي قبل البطولة بأشهر يعني قليلة. لذلك اللاعبين عارفين الخصم وقيمته اللي واجهوها، ومن ناحية الحلول احنا اللي ملزمين اننا نساعدوا اللاعبين ونوجدوا الطريقة باش نكونتريو هذه الكورة ديال المنتخب المالي ونوصلوا للشباك ديالو طبعا باش نستحقوا هذيك اللوبية ديال لا فينال ان شاء الله. I'd say we're very enthusiastic to play the semi-final of the African Cup against a big national team like Mali. So we are very excited and we are concentrated to play. And we're all of our players are very excited to play and to qualify for the final inshallah. The chances are even, 50-50. Both teams have showed that they're strong and they're all candidates for the title. And yeah, as I said, it's even. So the best team who seizes the opportunities they have on the pitch will win. We have to set ourselves next goal, which is to qualify for the final. All of our players are focused and really know that very well. And now we're راكم سمعتوا كيفاش هضر، كيفاش اللعاب يعني كل شيء مدروس. شوف كيفاش الناس تهضر، يعني حاجه لازم ندو عبره، لازم نشوفوا، لازم يعني كل شيء يعني مليح، يعني كل شيء يعني في المكان تاعه، خاصه هذا شيبا اللي كلاعب يعني دار اسمه ومد لبلاده ولعب مدة طويلة مع المنتخب المغربي، يعني ما بقاش يشوف بعينه، ولا راح قرا، راح خدم، دار مشروع روحه وراه ناجح، يعني راه ناجح. راك تشوف كيفاش الكلام، كيفاش يعني كل شيء موزون. هذو هما اللي نحتاجو، مدربين يكونوا عندنا مدربين كيما ماشي هضره تاع الشعبويه، نشوف بالك الشعب غادي بالك نشوف بالك الاخر غادي يرد عليا، ارجع بالك نحوس نذبح الشعب، ارجع مكاش كاع هذيا كاش نورمال خويا، تاكل على ربي واللمسه تاعها ثانيك، تاكل هاك تشوف الناجح. شو داني في واحد الكلمه، ناجح يديره للعابه، قالك اللعابه ناجح دايره للعابه، بصح تيلا اي حاجه وحده اخرى يتحملها هو يدير اللعابه موراه، اي هو يلقى كلش. شو كيفاش الناس ناجحه، ماشي كيما المدرب تاع الإديسة تاعنا كونت السينيغال حصل في والدي اللعابه، والنهار اللي خسر مع المغرب قال لهم انا نتحمل المسؤوليه، بصح من بعد قال لهم كانت اخطاء فرديه للاعبين. هاودي تذبح في اللعابه تاعك، هاودي هذه اللعابه تاعك موراك وهدر، مش كيما نهار اللي نبحت الصومال قلت لنا العامل عامين وانايا حاضر، عامين وانايا هذه الثمار، هي الثمار، ايه ثمار، ثمار خاسرة مدودة حبة ثمار مدودة اللي تقصروا علينا. الخدمة راهي كاينة خدمة، روح خدمة، اللي قر يقاض بالستيلو يخدم، واللي قاض بالتيرة يقلب بالتيرة، كل واحد وخدمته. انتوما خلطتوها على هذيك ماكم قاضبين والو، خلطتوا كلش على هذيك حاجة مش راكم قاضبينها، أي هربت لكم كلش هرب لكم، هذه اللي نقولها لكم. لازم لكم كاع إعادة النظر في روحكم، لازم تقابلوا مرايا وتقعدوا تهضروا مع روحكم. أنا نقول لكم قابلوا المرايا وتقعدوا تهضروها، قعدوا شوفوا مع روحكم يا درا وين راكم واصلينه. هذه من التالي نقولها لكم، ها شو الرجالة كي تخدمها،
كلش مدروس كلش في بلاصته كلش. هاولا نقول لكم با ما تنساوش ما تنساوش يعاونونا بالإيجاب، عاونونا بالإيجاب في طنطيحوا لهم في طنطيحوا هذا السينيال هذا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خوتي.